اهدى يا زوبة، اهدي بس وما تفرجيش علينا الخلق، دي ضيفة عندنا ولازم تاخد واجبها. وهو واجبها انك تغني لها يا صهلالة وتتغزل فيها. اتغزل في مين يا ولية؟ ده انت جيتيني في اوقات العمل الرسمي، دي الست انجلينا جولين. كفاية خيانة بقى يا صهلالة، ده انا بديك حقوقك تلت ومتلت معاك جوهرة في بيتك. أنا تعبت خلاص، طلقني يا صهلالة، طلقني طلقني طلقني. يا وليه ما تخليش الشيطان يزقك. طلقني يا سيد. لا إله إلا الله. طب روح البيت يا زوبة، وأنا لما أخلص شغل هجيب المأذون وأطلقك. هتطلقني دلوقتي يعني دلوقتي؟ أنت اللي اخترت يا زوبة، خلاص وقف عدل بقى عشان يمين الطلاق يرشق فيكي صح. هترشق فيا اليمين يا سيد؟ انت ما صدقت ست زوبة، انت مش فاهمة حاجة، انت فهمتي غلط. انا ست متجوز براد بيت. بلا بيت بلا ست، انت تكتمي خالص. ست زوبة سوري، برغم ان هاجمك كبير زي دبدوبة، بس جوزك بيحبك كتير. وليا انت شغل الامريكان ده انا عارفاه، بلا استهواكة، أنا اللي يقرب من جوزي ألويله بوزي. يا ولية الست إنجلينا عدها العيب معاكي، صلي على النبي زوبة وما تخربيش على روحك. هو اللي خد على المرطة ينفع معاه الزبادي يا زوبة؟ إنجلينا دي لها ناسها، لكن أنا ما يعجبنيش بقى غير اللحبة الداري الغرقانة في السمن البلدي. ما تكسفنيش بقى يا صهلالة. مش ممكن صهلالة بيبقى معاه واحد بجمالك وبص أنجلينا. الحمد لله ظهر الحق. امتى بقى تعالى زوبة وتتباح الكلاب اللي بتهوهوا في نفوخك دي؟ مع السلامة يا ست أنجلينا، والنعمة هتقطعي بينا. أنا أشوف وشك بهير، خلي بالك من مصر صهلالة، بلدكو حلوة كتير. مشكرين يا ست أنجلينا على النصيحة، بس يا ريت بقى تخليكوا انتوا في حالكوا، واستمنى يعني الكلمتين اللي كنت قلتهم لك يوصلوا لأصحابهم. السادة الوزراء، برجاء الهدوء، معالي رئيس الوزراء وصل. اتفضل يا فندم. أبوس إيدك، عدي الاجتماع ده على خير. بس كده؟ فين التقديمة؟ أنت ما بتصيطنيش ليه يا عزيز؟ ما بتصيطنيش ليه؟ والله شوف، والله يا عزيز أجيب سماجة أعينه مكانك. تفضلوا عضو. إيه مالكم شايلين الهم ليه؟ بصراحة يا فندم عندنا مشاكل كتير في البلد، وإحنا زي ما سعادتك شايف شغالين ليل نهار علشان نحلها، بس للأسف ما حدش صابر. بشبه عليك، مش أنت سيادتك من غير مؤاخذة يعني وزير الزراعة؟ أيوة يا فندم. سعادتك نسيتني ولا إيه؟ لا عالم المؤاخذة، أصلي مرهق شوية. وإيه بقى مشاكلك يا وزير الزراعة؟ مالها الزراعة؟ ده أنت بترمي البذور بتنبت، مش كيمياء هي يعني. حضرتك عارف إن إنتاج البلد من المحاصيل قل جداً، ده بالرغم من إننا طول الوقت بنحارب البنى الجائر اللي قضى على معظم الأراضي الزراعية، ده غير إن جزء كبير من الفلاحين مديونين. بنحاول طبعاً نشيل الديون بالتعاون مع وزارة المالية. طب معلش، واحدة، لحد ما الزراعة تقوم على حيلها نتعكس على التجارة. المهم التجارة، اسألني أنا، ده أنا سائد دبلون. أفندم عليك؟ يقصد كان واخد دبلومة في التجارة الدولية من جامعة تشينجن الأوروبية. أيوة زي ما قال لكم بالظبط. طمنا يا وزير التجارة، أخبار التجارة إيه؟ يا فندم طول ما في مشاكل في الزراعة طبيعي أن التجارة تتأثر، وللأسف الناس بقت تستورد كل حاجة دلوقتي، ونادرة لما حد بيصدر. خلاص يا سيدي بلاها التجارة دلوقتي، أهم حاجة الصناعة. ريح قلب انت يا وزير الصناعة. يا فندم الصناعة عمرها ما هتطلع خطوة لقدام طول ما الزراعة مش موفرة لنا الخامات اللازمة، وطول ما التجارة ما بتحققش مبيعاتها لمنتجاتنا، وبالتالي هيحصل كساد. أنا ما يهمنيش من غير مؤاخذة يعني كساد ولا كوبايات، المهم البلد تطلع لقدام، السياحة هي اللي هتنطرنا لفوق. لغينا يا وزير السياحة انت. يا فندم احنا بنعمل حملات ضخمة لتنشيط السياحة، لكن ده محتاج وقت.
الأعمال التخريبية اللي حصلت في الفترة الأخيرة أثرت على السياحة وعدد السياح قل. مصيرهم يرجعوا، بس احنا بس نشبك ايدينا من غير مؤاخذة يعني في ايدين بعضينا، ونشتغل ونعمل اللي علينا وندور اقتصادنا. ولا انت ليك رأي ثاني يا وزير الاقتصاد؟ ما عليك، احنا اقتصادنا فيه مشاكل كتير واحتمال نواجه مشكلة تضخم كبيرة. حلو التضخم، حلو، يعني هنبقى أقوى وأشد من الأول. احنا عاوزين نتضخم كلنا. ما عليك، التضخم ده كارثة اقتصادية بتواجه البلد، دي حاجة في منتهى الخطورة. عارفها حدوتة التضخم دي، ما انا بواجهها في البيت من غير مؤاخذة يعني، اصلك زوبة مراتي عندها تضخم شديد. طيب يا جماعة اتفضلوا معايا حضراتكم، اتفضلوا. واد يا سماجة، معلين يا سيدي الليل، اعمل لي شوب جنزبيل بالقرفة، عايز اهدي اعصابي. سلانة اعصابك يا معليك، الشيلة طلعت تقيلة قوي يا سماجة، تقيلة قوي، وجدر المشكلة هو الناس. الناس يعني الشعب، وكفاية كده بقى، كفاية. لازم الشعب يقوم من التعسيلة اللي هو فيها، يا إمة ولا حاجة هتحصل، حتى لو مسك الحكومة حاوي. المشكلة مش في الحكومة، المشكلة في الناس. هو معاليه كويس؟ أصلي أول مرة أشوفه كده. معلش يا سيادة الوزير، لازم نقدر حجم الضغوط اللي على معاليه. إحنا ما بنبطلش شغل يا عزيز بيه. هو شايف وعارف، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونعبر بالبلد من الأزمة اللي هي فيها دي. طعمية سخنة يا كبير الوزارة. ماليش نفس يا سماجة. طب وبعدين يا سهرالة، انت يعني ولا مؤاخذة من ساعة ما جيت هنا وانت عمال تخس؟ الفكرة هيجننا يا سماجة، هيجنني. من ساعة ما جيت هنا وانا شايف الحكومة بتحاول تشتغل وتعمل اللي عليها، والناس مش حاسة بحاجة ومحدش عاجبه حاجة. ايه اللي انت عملته في الاجتماع ده؟ قلت لك 100 مرة تسمع وما تردش. ما انا مش عارف اتلايم على اعصابي من الكربسة اللي كربسوها فوق دماغي. المسؤولية كبيرة يا عزيز باشا، وانا كل ما احاول احلها من ناحية تضرب من ناحية. اقولك على حاجة، اعفينا انا باشا من المهمة دي من غير مؤاخذة. اعفينا باشا. اعفيك ايه يا بني ادم؟ هو لعب عيال؟ شوف يا باشا، انا صحيح هددت كتير النسيب المهمة دي عشان تنفذولي اللي انا عاوزه، بس بصراحة انا المرة دي بقى مش بهدد. مهمتكم دي عاملة زي الأتب، وأنا ظهري اتقطم يا عزيز باشا، ظهري اتقطم. دي مش مسؤولية كباريه، دي مسؤولية بلد، بلد. وأنا صغير قوي على المسؤولية دي يا باشا، صغير قوي. وما تأخذنيش يعني، الشيلة دي تقيلة عليا. خير يا عم عبد السميع، جايبني على هنا ليه؟ أبويا لو عرف إني سبت المخبأ هيمرمطني. ما أنا جايبك عشان أبوك عبده. مال أبويا؟ هو الراجل ده على طول في مصيبة كده؟ أبوك مش عاجبني حاله يا عبده. ولا عاجبني يا عم عبد السميع. والكباريه مش عاجبني حاله يا عبده. ولا عاجبني يا عم عبد السميع. وأنت مش عاجبني حالك يا عبده. ولا عاجبني يا عم عبد السميع. لو النبي يا عبده. إيه يالا؟ أنت بتزيط عليا يالا؟ سرحان في إيه؟ في نوارة يا عم عبد السميع. مش عارف انا اخرة الحب اللي بيننا ده ايه. اخرته معروفة، ما تقلقش. يعني هخش دنيا؟ لا، هتخش في دور اكتئاب شوية وهيقلب بعبط كام شهر كده، وهتتشال ويجي لك زهايمر وتنسى بل تنسى كل حاجة. الله يطمنك. قوم بقى ندور الكباريه، ابوك ما بقاش فضيله. عايزين نجهز كام نمرة جديدة كده. عارف غنوة المهرجان اللي سمعتها لي اخر مرة؟ فاكرها، بتاعت واقف فوق السطوح عشان اداوي الجروح. مالها؟ زبالة، اوعى تغنيها هنا. بقى انت عايز تسيب البلاوي اللي بتحصل في البلد وتعتذر عن المهمة؟ انا تعبت يا سعيد، تعبت. والليلة دي مش ليلتي لمؤاخذة. انا مش عارف انت كنت شايل كل ده ازاي. ربنا يكون في عونك اخويا، ربنا يكون في عونك. ده الواحد لما كان بيسمع كمية المشاكل اللي في نشرة الأخبار في التلفزيون، الدنيا كانت بتضلم في وشه. ما بالك بقى بقعدتي جوه المطبخ وكل حاجة بتحصل قدامي، تقوم تيأس وتسلم؟ أمال أنا أعمل إيه اللي المفروض إني صاحب قرار؟ ما هو لو كل واحد شاف المشاكل وبعد يا سيد، كان زمان كل أصحاب المناصب
سابوا المسؤولية وقعدوا في بيوتهم. انت عارف اني حاولت احل بس برضو مفيش فايدة. ارجع شغلك يا سعيد بيه، ارجع، ما تحملنيش اكتر من طاقتي. ارجع لوزارتك ودنيتك وسيبني ارجع لكباريهي ودنيتي. هتفضل طول عمرك يا سيد بني ادم مستهتر، وما ينفعش تشيل مسؤولية نفسك. هتشيل مسؤولية بلد؟ انا غلطان اني اعتمدت عليك، انت انسان فاشل وعمرك ما هتتغير. انا خلاص مش محتاجك في حاجة، اعتبر العملية صهلالة دي اتلغت خلاص.